عودة من جديد ل 10 الصبح في الأهلي. أهلا بكل حضراتكم. طبعا عندنا كلام كتير بقى عايزين نتكلم فيه متعلق بماتش طبعا الأهلي الأخير أمام دياما الغاني، وكمان رحلة النادي الأهلي الإفريقية، يعني في رحلة الدفاع عن لقبه. كل ده هنتكلم فيه مع ضيفنا اللي منورنا ومشرفنا في حلقتنا النهارده، طبعا الناقد الرياضي الكبير الأستاذ عصام شلتوت. صباح الفل على حضرتك. صباح الفل عليكم وعلى كل الأهلاوية وعلى العالم كله من قناة الأهلي في 10 الصبح. صباح الهنا، يعني بنبقى سعداء بوجودك بجد استاذ عصام، بتبقى قراءه مختلفه أنا تماما. والله الاكثر سعاده، يعني برنامج بيعمل تنوير كعاده برامج يعني قناه النادي الاهلي في حته ثانيه. بحكم يعني خبره حضرتك ومشوارك الطويل طبعا في النقد الرياضي والمواسم الكتيره اللي غطيتها وبالبطولات، ما حدث بالامس عفوا يوم الجمعه تحديدا والخميس وسفر البعثه واللي حصل يوم الاربعاء تحديدا لما كانوا في المطار والاحداث الغريبه، عمرك سمعت عن حاجه زي كده؟ لا مش عمري سمعت، انا عشت حاجه زي كده. الاحداث دي انا وابراهيم منيسي وعبد المنعم لسطى تحديدا، يعني بتكلم عن المجموعه اللي ممكن تبقى في الاعلام الاحمر يعني، وزملاء يعني 16 اخرين يعني. منهم زملاء مصريين كانوا جايين مفادين للتغطيه من الامارات في 2008 ما بين اول اوتيل رحناه يعني لا الاول على الطيران، حصل حاجه على الطيران كده طبعا بننزل اكرا، ثم يقول لك اصله في 250 كيلو متر بين يعني اكرا وكوماسي، وهذا رقم فعلي صحيح. منزلنا ساعتها بالليل ما عرفناش نروح فين ولا نيجي منين، طيران داخل. وعلى فكره هذا حق اصيل لهذه البلدان في قارتنا السمراء انها تاخد البطوله، لان الدول المانحه بتدالهم من اول مستشفيات مش بس ملاعب، عشان ما حدش يهترئ على قاره بكر الكبار فيها لازم يراعوا ده. ودي كباره النادي الاهلي، والا كان خرج للصياح مسؤولوه، وايه اللي بتعملوه ده واحنا فين هنا؟ لكن في كان حل مختلف للأسف كبار طبعا. صحيح. لانه ده اللي عشناه قبل كده، بقول لحضرتك في 2008 رحنا كده لقينا حد بيتنا قدام البيت عنده الصبح برضه قال لنا عايز فلوس بس مش مشكله. انا بقى تزعمت حركه ان اشوف باص وشوفوا لنا موقف يا ناس، وانا رحت افريقيا قبلها 30 مره قلت اكيد اعرف اتصرف. وبيقولوا ايه الاجواء هنا مش سيئه قوي واحنا كتير، قال لك تروح فين يا عم اصبر. صحينا الصبح ركبنا باص، ال 250 كيلو متر دول اتمشوا في 9 ساعات وشويه. يا ساتر، هذا يومي يعني مش اليوم اللي كنا فيه. الطريق ده زي طريق الماريوتيه لو حد فاكر الماريوتيه قبل التطويرات والتجديدات على صغره يعني، وممهد لكنه مليء بالبلاد نقط كده ارتكاز كلهم بيبيعوا ويشتروا من بعض. والله والله كنا بننزل من الاتوبيس نشتري حاجات ونطلع، واللي يجيب مش عارف اناناس واللي يلاقي مانجا واللي يلاقي كذا، ما بين حد عامل اوتيل لسه جديد الاسانسير كدنا ان نموت يعني، انا وابراهيم وعبد المنعم وزميلنا ايمن بدره ومين تاني وصبري علي كان معانا جاي من الامارات، رحنا ناقلين اوتيل تاني لان المنتخب مثلا في مصر الجديده واحنا في الرسم. طب ما كانش بيحصل زي دلوقتي ان بيسافر مدير الكره بيظبط الدنيا اللوجيستكس؟ ماذا بعد؟ انا رحت لقيت الكابتن سمير اما سبت لهم الفندق ده بقى وايه، ورحت على فندق المنتخب الله يرحمه الكابتن سمير زاهر، مسافرين بقى معاهم الطباخ، قال انا مش عارف اكل. طبعا في القاره السمراء دي لازم ان نوجه الشكر لاهالينا اللبنانيين دايما. محبين لمصر بصوره غير عاديه، والا بقى لما يبقى الاهلي كمان يا ده يا دقي بمعناه الايجابي يعني. حتى اقول له بص يا عم لو لقينا حد لبناني هتفرج، لقيت شاب كده يعني 13 سنه 14 سنه شكله شامي، انت مين؟ بيتكلم فرنسي. قلت له انت لبناني؟ ها؟ قال لي ابويا احمد. احمد كابتن الله يرحمه، عربيتك بره؟ قلت له والدك عنده، طلع عنده موتيل صغير كده. رحنا ورحت جايب بقى كل الزملاء وخدنا الكابتن سمير والكابتن احمد شاكر الله يرحم الجميع وكل اللي موجودين، وبعدها الكابتن حسن مع اول مباراه والفريق بقى يروح يستمتع هناك. هذه هي القاره بمعناها ده. على فكره فكره الوطويت دي فكره حقيقيه جدا، لانه فعلا بيقطع الطيران صوب كوماسي تحديدا. كوماسي دي يعني مدينه الاشانتي كوتوكو ومدينة القبيلة نفسها، القبيلة منتشرة في كل أفريقيا لكن هي مقرها أو العيلة الكبيرة بتاعتها في غانا كوماسي، حتى ملك الأشانتي هناك. عشان كده ما كانش غريب، سيبك من راجل بتاع مدياما المستثمر ده إنه يقول إيه لو عملوا الماتش سبت وحد ناس هتيجي، لا دي مدينة كوتوكو أساسا. وعشان كده الجمهور ما كانش بهذا الزخم، عشان كده النادي الأهلي
محبينه ومحبين كوتوكو اللي بيحبوا النادي الاهلي واللي بيحبوا مصر وكانوا بيشجعونا في البطوله كانوا في استقبال النادي الاهلي وطلبوا التيشيرتات وتوقيعات زي ما حضراتكم غطيتوا يعني. وبالتالي لما تروح يصوب مساله الوطاويد دي او الخفافيش احنا اول مره نكتشفها سامعين انا والزميل حسام دياب المصور العظيم ده نازلين من عربيه احمد ده لما جولي بقى الموتيل فبخبط الباب كده لسه عصريه في خمس ست شجرات يعني طلع منهم يجي 10,000 وطوال يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب مش ممكن يا ساتر مش يا رب. ممكن يعني على فكره بعضهم في بعض الاماكن الضيقه يعني عارف زي الحمام مثلا بيربوه كده انا حاصل معاه موقف لا يمكن حد ينساه انا تعبت فجالي زي انيميا بقالنا بقى 3 أيام في الترحال ده ومش عارفين نعمل ايه لغايه لما رسينا عند اخونا ده بدانا نعرف معنى الطعام بس قبل ما اسكن يعني تعبت جالي كابتن سمير عدلي وداني المستشفى محاليل ومش محاليل وحاجات كده الله ده الموضوع كبر والله ورجعت بعد 3-4 ساعات تعرفت انا ساعتها على واحد اسمه ميسا من العاملين الراجل مشكور قال له خليك مع الكابتن ده عشان في ناس هيقولوا وانا مش عارف عنده مشاوير يعني الراجل ده تاني يوم جاب لي طاجن عارف لما حد جاب لك حمام بالفريك ورز معمر طبعا غالبا وطواطين دي حاجه دسمه جدا وتعوض طب حسيتش بالطعم لا ما اكلتش انا لقيت جنيحه غريبه كده وانا مش فاهم لغه السواحيلي بس هو بيقول لي انا عرفت ان انت تعبان يعني ومحتاج تتغذى وتتقوى لا اصل ده دسم جدا الكورونا تيجي بدري قوي يعني ده دسم جدا فانا هنقل من الضعف للكبد والحاجات دي شكرا ميسا شكرا شكرا في بس هنا مربى ايه جام وبتاع هاتها بس ربنا يخليك ليا فهي المساله هناك كده بالفعل معرفش ايه يعني مدى ارتباط المدينه بالوطاويت لكن ده قالوا لنا انه حصل من 30 سنه يعني في 2008 قالوا انه حصل من 30 سنه انه المحركات بتاعه الطيارات ما كنت لسه عايز اقول لحضرتك حاجه بتخترقها طبعا ممكن توقع طياره عشان كده بيقفلوا المطار الساعه 9 بيغلق المطار علشان ولا حد يطلب النجاه ولا يطلب حتى هبوط اضطراري ولا يحزنوه تصدقي بقى ده التفسير اللي كنت بقول لك انا عمري في حياتي ما سمعت عن موضوع المطار يقفل الساعه 9 ده كده بقى فيه مبرر منطقي اهو ده مش مبرر ده مش 9 ده مع اخر ضوء للشمس ده 9 دي مع الغروب لابد لك انه يمكن يكون الغروب متاخر يمكن 9 ده بيتقفل المطار نفسه لكن بقى يعني المطار يغلق تماما امام كل الران ويز دي تغلق تماما مع الغروب بس استاذ عصام ما كانش بقى بيؤثر كل يعني الامور دي او بتؤثر كل الامور دي على الفريق بقى فنيات طبعا طبعا خلينا نعرف اذا احنا بننزل متململين حضرتك دي طياره القعده او اولا يعني الناس اللي فاهمه انه الفريق في طياره خاصه هذا فعل من النادي الاهلي لو يعلمون عظيم واحترافي لكن حضرتك فاهم ان الطياره دي يعني كلها يعني اي كلاس يعني مثلا او كلها درجه الافاق يعني والكرسي بيبقى في لعيبه يعني من التعب بتنام بين الكراسي كده وإذا لقى فضوى وإن الطيارة مش كومبلي زي ما النادي الأهلي بيعمل لو جابوا الصور واللعيبة مريحة بس طبعا ما بيحبوش صوروه كده يقعد على كرسيين يشيل الدراع ده ويروح نايم على الكرسي تعبان جدا جاي من تمرين رحلة بال7-8 ساعات الهبوط والطيران مرة أخرى صعب جدا في القارة على قد إمكانياتها بس بالأحداث دي قليلة. كابتن عصام اللي بتحكيها وقتها الأهلي كسب يعني زي دلوقتي احنا مع كل الاحداث دي ورحله 16 ساعه والكلام ده كله الاهلي في عام 82 علشان هذا النظام المؤسسي وكان الكابتن صالح سليم رحمه الله عليه ورئيسا للبعثه ذهب بطائره حربيه لان كان عنده الداتا كده دي زي ما كان الاهلي عنده الداتا لما الكابتن سمير سافر وكان يفترض معاه الكابتن سمير الكابتن خالد بيبو والراجل الجميل الشيف الدالي علشان يسبقه بس طبعا خالد تعب الحمد لله يعني خف والتحق مع البعثه وهي رايحه فالاهلي عنده الداتا راح بطياره حربيه وقتها كابتن خطيب كان هو اللي احرز الهدف وكان اول بطوله في الملعب وكان كابتن سمير عدلي هو اداري النادي الاهلي وقتها وكان معاه كابتن عزت ابو الروس مديرا اداريا يعني وبالتالي الاهلي معتاد على ده الاهلي كسب في كوتوكو مباراه ومنتخب مصر كسبنا يعني في روحنا كماسي وما خرجناش منها الا على النهائي لانه لازم يبقى طول ما انت بتكسبي وتطلعي الاول تفضلي في المدينه اللي حليتي عليها روحنا اكرا بس في مباراه النهائي يعني لكن ناس طيبه جدا جدا ومحبين للنادي الاهلي يا خبر ابيض ده على فكره احنا عندنا ترجمه حرفيه للواقع اللي احنا بنتكلم عنه ده تابع معانا حضرتك الفيديو ده
كانوش متأكدين من الميعاد. لو متأكد انا مش بقول لك كان كده. الوضع بقى مختلف. لو متأكدين الميعاد احنا مشوا قدامنا واحد الاتوبيس ماشي بسرعه 2 كيلو احنا راكبين قدامهم والاتوبيس ماشي وواحد بقى جاي مكلف نفسه انه راسم نفسه فرعوني وعمال يعمل كده نحن غرابة عن... لا الحلو ان انت بتشوف يعني مشاهد بنشوفها دلوقتي الناس من بعيد ممكن تقول لك ايه هو دول جماهير النادي الاهلي لا ده جماهير النادي المنافس اللي انت بتلعبه بس شعبيه النادي الاهلي مش كلهم بيتوافدوا لان الاهلي غير ان هو بيحب ده هو طبعا مرتبط باجيال وهم قارئين جيدين لتاريخ بيحبوا الكرة جدا فهو طبعًا. عارف انه ده يعني من غير ما حد يزعل ان ده البابا بتاع الشغلانة انه ده لما يجي هنا مش بالسهل اشوفه واشوف نجومه صح. كتير لايف يعني طبعًا. يعني مش بس طبعًا. اتفرج على قنوات ناقلة او كذا لا ده انا اشوف نجومه لايف فالناس بتقدر النادي الاهلي اللي كله قاعد يطلع لك يعني ايه وسافروا يا عم ما يلعب مش كلام كده حاجه غريبه يعني كمثل ده عندنا احنا يعني كمثل يعني ده في حد يا شيخ هيقول لك ايه اصله انت هتقول لي 6 برونزيات اللي لعبوا كاس عالم يا بيه العين والهلال محتمر طبعا حاجه جميله عشان لعبوا النهائي هو الفيفا تعرف غير النهائي الاول والثاني امال يا ابني الثالث ده بيعمل ايه امال اللي رايح جاي ده بيعمل ايه الناس راحت مره لقين عن التنظيم وكان تنظيم رائع ولعبوا النهائي وشيء جميل ومحترم الهلال زعيم اسيا وقتها وصل النهائي مرحبا مين يعني مين يعني عنده مالتي تاشيره كده زي النادي الاهلي فكلام غريب والاكثر غرابه انه يعني بيستغلوا ده لكن جمهور الاهلي ان شاء الله يبقى فاهم مقابل مش سكوت الناس مقابل كبارة النادي الأهلي الأهلي مش شكاي بكاي ومش هيلصق الحاجات في بعضها عشان يبقى الحكاية انك انت تعبنا وكذا لا اللعيبة هتتعب بالظبط اللعيبة هتتعب عارفين داخلين وهأقدر ظروف البلد اللي انا رايحها هي دي اللي بتعمل المشجعين دول وبتخلي المسؤولين الأفارقة دول يحترموا النادي الأهلي ويحترموا كل وفادة بتروح النادي الأهلي كابتن خطيب او من يمثل احدث حتى عضو مجلس اداره يمثل الكتيبه الحمراء والله ان انا باشهدكم على كل ما قلته عشته يعني باللحظه يعني بس ده مشوارنا بقى في النسخه دي من البطوله رايك في ايه وشايف ايه الصعوبات اللي احنا بصددها الفتره الجايه ان شاء الله الصعوبات ان الفرقه فعلا ولو ان برضه من 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 مؤسسيه النادي الاهلي وعملوا بقدر اسمه انه موافق على الثلاث ايام والاربع ايام الفرق لن يبرحها والدليل ان هيجي 27 28 يوم الاهلي هيلعب فيهم 7 ماتشات تمام ومش هيقول اي لكن يشيلوا له يوم ما اعتقدش ده كلام منطقي ولا انساني مش بقول حد هيعمل بقول ده اللي ما ينفعش لكن اللعيبه بقى والجهاز هيفضلوا اكيد على تماسكهم انما بعض المباريات يعني لازم تكسب سواء الاهلي او المنتخب او الزمالك اي تيم يلعب الراي المستنير المحترف المحترم انك انت ماتش زي ده تقول لما ترجع كسبان خلصنا اتكلم بقى عن حد مش في يومه وعن الفرقه كلها يا سيدي مش في يومها لكن التارجت حدث ايوه طبعا ولم تكن بالفريق المنهار او فريق يعني المخترق من الاخر وكذا ده بالعكس اللعيبه اللي بحكي لكم عن الدروب اللي حصل لهم ده كله بدون راحات منطقيه واعتقد ان الراجل كولر والذين معه يعني فريق عبقري حتى في فكره انه تستعيد نشاطك الريكفري يعني الفرقه الثانيه هي اللي بدات تقع حاجات عضليه يعني صحيح وبالتالي الاهلي سيواصل هو طبعا مطلوب بقى ماتش يانج افريكانز ان انت تفضل في مركزك الاول عشان تبعد عن منافسين مش وقت مقابلتهم الاهلي لا يخشى احد لكن مش وقت اللي هو ممكن يطلع اول سان داونز مثلا اسمه ايه الثاني ده بتاع الكونغو مازيمبي الوداد لو قدر ليه صعود لا بس الوداد لو صعد هيصعد تاني اعتقد الترجي ممكن يصعد اول فانت لو صعدت اول القرعه تبقى التواني في بنوره والاوائل في بنوره وقرعه فانت ده يدي لك اريحيه مباراه حتى اللعيبه تلتقط انفاسها انهم ماتشات هنا ثم يذهبوا للعب المباراه الاقصائيه الاولى يعني لكن لما الكافي يطلع على صفحاته ومن مركزه الاعلامي ان الاهلي الفريق اللي راح الكوارتر فاينل 8 مرات متواليه يعني طب ايه بقى صحيح. طب حد يقول حاجه بقى. يعني لا بيقولوا كتير يعني لا ده كلام لا بيجي يقول لك ايه اصل الاهلي راح 8 مرات
مش ممكن يعني. بقول لحضرتك حاجه، هو غض الطرف. ايوه. اللي مش عارف يوصل لمستواك دايما هيتكلم، انما الناجح ما بيتكلمش كتير، بيبين على الارض او بيرد على الارض. احنا بنحاول بس طبيعي. نعمل جزء من الدور ده علشان الجمهور فعلا ساعات بقى اشعر يا عيني ان الكلام مؤثر. برضه في شباب من كده خلاص. لا يعني. ازاي بس ازاي؟ ما هو برضه عايز يعني، انا عامل كل ده وواحد عمال يلاقي عليا، هو بيبقى نفسه يكون في اجابات ساخنه زي دي رسميه. هو ما بياخدش بس الموضوع. ده الاهلي انت لسه عشان شباب وكذا بالزبط. مش مقدر انه ده الاهلي، هذه اللغه لا تصلح مع صحيح. ادارته الرسميه. وحاولوا يعني. كتير على مدار تاريخ النادي الاهلي، محدش نجح يعني. هيسحب النادي الاهلي لكلام صحيح. لا ينم ابدا عن كباره يعني. يعني انت النهارده الناس بتتكلم عن اذا كان يمكن، علشان برضو الناس تبقى عارفه الاهلي مش بيقول لازم اللي حصل معاه ده اجل يوم، اذا كان يمكن وطبقا ليه انه يقدم تقرير وافي طبيا عن ان اللعيبه يمكن ان تاخذ. اول ما خلاص الناس مرتبه شكرا شكرا، حتى الراجل نفسه شغال مع فرقته ولا يعرف حاجه عن تاجيل ولا له دعوه بتاجيل، هيلعب تحت اي ظروف. لكن الشباب الحقيقه وهم اكثريه يعني في جماهير النادي الاهلي، الحماس بيخليه نفسه مره حد يقول له ان فريقك عند حسن الظن. يعني زي ما بقول لحضرتك، الناس بتتكلم عن الاساطير وعن الفرق العظمى اللي ما عندهاش ربع البطوله، بينما بكل الرانك بتاع النادي الاهلي من بطولات محليه لبطولات قاريه يقول لك ما انتوا عارفين بتيجي. هو عامه احنا مش يعني إيه مستنيين كلام عنهم يا كابتن عصام منهم، احنا كده كده العالم بيتكلم عنك، انت وصل لمستوى ما حدش وصل له، معلش مع احترامي. فيعني ننكد على التانيين ان العالم بيتكلم. عشان كده بقول لك الشباب عظمته ان بقى يروح على ده، يعني بقى يروح على بالزبط. كل ما هو وكالات انباء وكذا الكلام اللي ملوش معنى بقى معروف، وبقى مين والناس اللي بتقول كلام يعني غير منطقي معروفين ايه الاسباب وراهم. فيعني الوضع بقى مش دلوقتي مش مهم الاسباب باين. المهم ان هو بس مره ما يمثلش يعني نقط ساخنه. الكوره ده مش لصالحها. هو ومين قال لك ان هو لما بيتكلم حد كده بيبقى عشان مصلحه الكوره؟ واكيد ده ضد المصلحه. لا لا بالعكس بالعكس، ما انا بقول لك فعليه ان هو يستلهم يعني انه لو النشاط ده هو بيحبه. وبعدين ده كل ده الدنيا المفروض. كل الدنيا ما فيهاش كل الانديه، في نادي كبير وبعده نادي تاني اللي هو يعني نقول اهلي ثم نصمت ثم زمالك، ما فيش بقى في الدنيا كلها خمس فرق زي بعض، ولا في اسبانيا ولا في انجلترا. يا سيدي انت في فرق، مين اللي ضحك عليك وقال لك ان انت في فرق ما دون فريقي الكلاسيكو يعني التاريخيين؟ مين اللي ضحك عليك وقال لك انك لازم تبقى زيهم وان الدوري بيسرق منك؟ انت ترضى بمكانه ولا الناس في وسط الجدول في انجلترا واسبانيا ما يشجعوش فرقهم يا جماعه؟ طب ما تقول اسمه بقى اللي بيروح معاهم لما ينزلوا. ما تقول لنا اسم يا استاذ عصام لو حابب. انا بتكلم على انديه خط القناه، المدن اللي احنا بنحبها واهاليها على فكره ناس طيبين. انا فاهم. لكن فعلا حد بيغذي عندهم ده؟ انت كان لازم تاخد الدوري وانت كان لازم. يا عم مين اللي قال لك كده؟ وريله النموذج العالمي. هناك طيب. فارق حتى في اعداد السكان اللي انت بتختار منهم. هناك فارق. مأساة بص يا استاذ عصام، يعني هي بقت مضحكه لان هي متكرره ومش هتنتهي، فلا تلتفت ليها من الاخر يعني. يعني لا الاجمل حاجه بقى الموسم ده ان اللي بيبسلهم كده هم ايه يا رشود؟ طب ما تروح انت يا عم ورينا نفسك. يعني ايه صحيح. هو في عند يعني في دول ثانيه نفس اللي عندنا ده، فكره انك تنتمي لكيان معين، فعشان تثبت على او تدلل على محبتك للكيان اللي انت بتنتمي ليه تكسر من مقاديف اي كيانات تانية. يعني ليه ده ما بيحصلش غير عندنا احنا؟ احنا في الاخر بنهز صوره مصر. عشان الادارات التي لا تستطيع ان تعمل على مدار الساعه لازم تلاقي موفدين شمال يطلعوا يبرروا للناس. فهو انت مش معقول اتغلبت عشان الاهلي عنده فرقه، الاهلي حتى لو لم يقدر ليه الفوز عارف هو اخفق ليه وبيعيد برمجه الحكايه، فانت ما عندكش غير تقول ايه سرقونا خطفونا. بس يمكن ده برضو في الماضي شويه، خلينا نقول ان في صفحات كتيره اتفتحت من جديد بشكل يعني اكثر احترافيه واحترام، فانا اعتقد المشاهد دي مش هنلاقي. لا انا مؤمنه بده بصراحه يعني. خلينا نشوف أيوة الواقع. كلنا مؤمنين الواقع والايام الجايه هي اللي هتثبت. كلنا مؤمنين لكن الرساله الايمان لا يكفي، ما كانوا بيؤمنوا ويخشوا الكهوف. الرساله يجب ان تنتشر. هنعرف هندخل الكهوف ولا لا. عند الشعب يعني مش نروح غار حراء احنا. نهائي كاس، خلينا
بيتكلم عن نهائي كاس مصر وكان هيقام هنا والناس كتيرة كانت هتروح. بعد كده سمعنا ان هو هيبقى في الرياض، خطوه ناس كتيرة قالت لك خطوه جيده، علاقات محترمه. بتشوف برضو ده ازاي كخطوه، وتشوف المباراه فنيا برضو مجرى؟ لا، هو كاس مصر لولا يعني فكره الكاس تحديدا مش اي بطوله اخرى يعني بتاريخه في مصر، لولا ان اتحاد الكره وصاحب المسابقه واعلن عن يعني بيعها، ولو ان ده ضد الصناعه يعني، يعني على الاقل كنت تعمل انت الكاس بطريقه اللي بتروح بيها عند الاشقاء وعندهم شركات شاطره وكل حاجه وبيعملوا ايام فعلا رائعه بحجم محاولاتهم تطوير بلدانهم، وده شيء ما يعبهمش في حاجه، لكن كنت تجرب انت تشغل هيئه تنشيط السياحه وشركه الطيران الوطنيه والاوتيلات وتعمل باكجز كده، تجيب ناس يومين وناس يوم وناس ساعتين بعد الماتش ويروح. جرب يا اخي مصر ليه ما عملوش كده مصر. يعني فكره اقامه نهائي كاس مصر يعمل ليه بيه؟ ما يروح بيها الماتش وخلصنا وبثلاثه مليم. ما هو عشان لكن ناس كتيره متضايقه من ان السبب الوحيد تقريبا ورا النوع ده من الامور هو اسباب تسويقيه بحته. مين اللي قال تسويقيه؟ يا ريتها تسويقيه، ده اللي معلن. كان عارف يقول هتدي ده كام وده كام، ايه نوع المكافئات، ايه النوع اللي هياخده الجمهور، ايه عدد التاشيرات للجماهير اللي هي ما هياش من العاملين يعني طب. في يعني اللي هم بيبقى عندهم ورق زي مواطن الدول دي يعني بطاقات اقامه وكذا يعني، ولا لم يفوت في اي شيء. مشكورين الدول دي وسفاراتها هي اللي بتعمل لك الامكانيه دي بحجم اسم المسابقه، لكن انت لما تيجي تقول كده يودوك ان انت كاره الاخر. لا بالعكس، الاخر يتقدم حثيثا وحضرتك بس عمال بيع صبري زي افلام حسين رياض زمان. انما جربت مره تعمله ثم بعد كده تنقله. البطولة الأولى اللي كانت باسم الملكية والسلطان ثم سيد الرئيس شخصيا في على مر الجمهورية من أول ما مصر بقت جمهورية، مندوب السيد الرئيس موجود يعني يستعاد عنه يا سيدي ماشي، لكن أنت جربت، أنت حاولت، هل دي أرقام تبيع بيها نهائي الكاس؟ ثم إحنا مش بنقول كده على اللي اشترى، لأنه شركة محترمة اشترت باعت لمهرجان الرياض. طب أنا إزاي أنا أقول على الناس دي غلطانين يعني؟ هو ماله؟ لكن العيب ها هنا يعني. يعني حضرتك بتتكلم ان مكاسبها الكرويه مش جيده، لكن هي على الاصعده الاخرى هي جيده، علاقات جيده، انت عندك مصريين في كل الاماكن، برضو فيها تسويق يعني، لكن انت بتتكلم فنيا ككره قدم مش جيد. الاهلي يروح ليها. والزمالك يروح يلعب مع فريق من البلاد دي عشان جمهوره يشوف او يشترك. طب احنا بنعمل كده مع الامارات برضو بقى لنا كذا سنه يعني، دي مش بس السعوديه اول تجربه يعني. يا استاذه الكلام ده لما نكون احنا لا نملك نفس الأداء. طب حضرتك شفت السوبر السعودي جه هنا؟ لا أنا ما شفتش. ليه بقى؟ مش عايزين يوطدوا العلاقات معنا؟ بس السوبر الإماراتي كان بيتلعب في مصر مرة مقابل إن المفاوض وقتها، مش مرة أستاذ عصام، مقابل إن المفاوض، والله مرة إن المفاوض وقتها أصر إنه يعمل حاجة، ما تقوليش أخد السوبر بتاعك، خليها نعمل اتفاقية زي اللي كانت معمولة مع الإخوة في تونس على التحكيم لغايه ما فشلها الحكام اللي بيروحوا يبوظوا لهم الماتشات، ان انت تاخد مني وانا اخد منك مره واحده. لا بتهيألي ثلاثه حسب اللي انا فاكراه. مره واحده 2018 كانت تقريبا. يعني انا مع حضرتك في تفصيله ان البطوله دي تحديدا ليها خصوصيه شديده، فكره ان هي بتحمل اسم الكاس. طبعا طبعا، فده اللي مديها خصوصيه، المفروض ما تبقاش عرضه للنوع ده من الامور يعني. ولا وهذا يقع على عاتق حاجة واحدة بس اسمها خمسة شارع الجبلية، لا أحد غيرها، بالعكس مشكورين جدا، هيحتفوا بالبطولة أي يوم احتفال، هيخرجوا اليوم على أروع ما يكون. أنا أثق في قدرات يعني كل المنظومة في بلادنا العربية بتتقدم تقدم هائل يعني، هم يعملوا لصالح أعلام بلادهم. أنت قاعد هنا بتعمل إيه؟ دير الصناعة دي يا عم، الصناعة دي تستطيع أن تقدم لك الكثير، فأنت بتفاجأ وتروح شايل إيدك وخلاص. ليه تشيل ايدك وخلاص؟ انت عندك شركات وطنيه لتذكرتي، شركات وطنيه للبث بقت بتجيب ماتشات بحقوق خارجيه، امال الكنانات دي بتطلع ليه؟ مش علشان حضرتك يا اللي عندك ختم الكوره تعمل معاهم هذا الديل عشان كل ده يشغل الصناعه؟ نامل ان ده يتاخد في الاعتبار، وباذن الله هيكون ده مشروع ان يبقى فيه صناعه باذن الله مع اتحاد جديد بامال جديده يعني، بس مش افراد جدد، مع منظومه تيجي بسيستم مترجم زي ما قلت لحضراتكم مره من شهر ولا حاجه. بيبقى ليك رؤى كده وحاجات مؤمن بيها كابتن عصام، ما بتبقاش عايز تغير فكرك يعني، عندك بعض الاثكس كده اللي انت شايفها هي دي الصح، لا تقبل التغيير. انا مش شايف، انا بحاول اتكلم في ما هو منطق، انا لا راجل ملهم ولا حكيم طبعا. ولا بروف ولا اي حاجه، انا بجيب لحضرتك المنطق. ما يجيبولناش 8 ناس ويقولوا ده اتحاد الكوره
فيقعدوا يقولوا سنعمل جمعيه عموميه علشان نعمل اللائحه. كل العالم حتى موريتانيا مع التطوير الاخير مع السيد احمد ولد يحيى بيترجموا النسخه بلغه بلادهم، معمول بيها في الشمال العربي الافريقي، معمول بيها في كل حته بيترجموها، فيبقى العدد 8. لو ليهم مخصصات لازم ياخد حتى لو 2 جنيه حسب قدراتنا من دخل الكوره. مش هو بقى اللي يبقى بيسوق مجرد ادوله ملف التسويق واداني ملف الفني، لجان بقى بتيجي على اعلى مستوى. لانه مثلا الناس اللي بتشتغل على الماركتنج دي من ضمن اللي بيتقدموا في كل البلدان ومنها الاشقاء في الخليج، ممكن يقولوا تعالى اشتغل هنديك 50,000، يقول له لا عايز 300,000 انا هدخلك 8 مليار. لكن انت كل واحد اول ما يجي اتحاد الكوره بقى فات الشاشه الاول في الملف ده. انا بتكلم عن بس ايه يعني البيزك، احنا مش عايزين غير البيزك. يعني انت شايف ان هم ما بيشتغلوش في الملف ده كويس، بقى فات الشاشه الاول لكن لا يعمل مقابل مثلا ليه؟ انا مش عايزه يعمل ومش عايزه يبقى متطوع. في كل اتحادات العالم هناك ما يسمى بي يعني بياخد بدل حضور جلسات، حتى يعني الكونجرس بياخد، البرلمان المصري بياخد عادي جدا يعني عشان يتفرغ، تمام؟ او تبقى رمزيه حتى، او هو راجل بقى يعني قادر ياخدها يوديها منحة مقابل المجهود اللي طيب. او الرقم اللي هو هيجيبه لإلزامه انه مش بعد ما يخربها يقول لك حسن النية وانا متطوع. لا يا عم متشكرين، انا فاهم وانت في الصليب الاحمر متطوع مش بتنقذ جرحى. استاذ عصام احنا عايزين الحلقه تعدي على خير. ده كل خير لان في جمهوريه، لا نقاط الاصلاح اللي حضرتك بتتكلم فيها، اكثر من مؤسسه في مصر تعمل على مدار الساعه، من اول مؤسسه رئاسه وانت جاي ما عدا اللي بيديروا الكوره 8-9 تقولي لي عدي على خير. طيب ممكن ننقل نروح نشوف دلوقتي، لان عندنا المركز الاعلامي في النادي الاهلي عايز او عمل زي مقارنه بين الاستاد زمان والاستاد دلوقتي اللي احنا كنا بنلعب عليه. خلينا نشوف كده مع حضراتكم. ابو زيد ليه مختار براس مختار وماشي مختار يا لو ماشي للخطيب والخطيب براس وراس وحدتين وهيجيب جول يا جول 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 جول. مشكورين الحقيقه على الفيديو الجميل اللي عاملينه، وزمن ليه خصوصيه شديده سبحان الله. ما انا بقول لحضرتك يعني ما بين يحرز الخطيب هدفين في مباراه القاهره ثم هدف يعني تحقيق او تاكيد البطوله الاولى في عام 82، ومن ثم هو رئيس النادي الاهلي ما شاء الله. يعني الان كابتن علاء مايوب موجود، كابتن مصطفى عبده، كابتن يعني كابتن مختار طبعا. جيل كبير، كابتن سمير عدلي قلت لك كان يعني الاداري النموذج وقتها مع السيد عزت ابو الروس، والان هو المدير الاداري ايضا في جوله جديده في كوماسي. هي دي مصر بقى زي ما بقول على مؤسساتنا الكبرى الوطنيه اللي بتقدم مقابل ان كل واحد ماسك حاجه، صحافه يشغلها صح، كوره يشغلها صح. هنا مصر عمرها لم تشكو من بطوله، انديتها الكبرى وعلى راسها النادي الاهلي لا ابدا يذهب ل ان نقول ايه الهيش اللي انا بلعب فيه ده، بالعكس بنحولها لحكايات فني ونضحك ورموا علينا مش عارف ايه وتلاقي لنا راجل بيقولوا ساحر ومش عارف يعني، لان ده دور مصر. فانت تيجي تنتقص دورنا يا عم بعد ما كل الناس عامله لك كل ده، وبنقول مصر الجديده وجمهوريه تانية وكلام كبير قوي بالشكل ده قوي. على كل حال مش هنختلف خالص بس احنا هننهي الحلقه في الوقت خلص. هاتي ما عندك. لا الوقت خلص بس نورتنا بجد. لا عايزين مره نعمل زي الجمعيه نخش بنفرين فضلنا حلقتين ولا حاجه. لا والله تنورنا، ممكن نعمل كده يعني نعمل فقرتين في فقره واحده حضرتك تنورنا فيها، لان فعلا في ملفات كتيره جدا عايزين نستفيد فيها. يلا بينا. نشكرك. انا بحاول بس اقول لك انه ده مش رايي ولا انا جهبذ ولا يعني بفتقت على الناس ولا اي حاجه، انا نفسي بلدي. حتى لو رايك ايه الغلط كده يعني. لا مش غلط بالعكس، لكن انا بكلمك على لما يبقى في حاجه اسمها الصناعه يبقى في حاجه اسمها البيزك عشان المكنه ما تقطعش. واحنا البيزك حاليا من وجهه نظر حضرتك مش موجوده في الصناعه نفسها. تمام اشكرك استاذ عصام. والحديث بقيه ان شاء الله. اتفضل يا فندم. لا والله لا والله هم هيقطعوا. اشوفكم بكره ان شاء الله. مع السلامه.